جزاكم الله خير. سائل يقول: يوجد كثير من الشباب السلفي من أهل الحق يجادلون ويناظرون أهل البدع ومنهم على انحراف على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ساعات متأخرة من الليل، وبعضهم يسلم عليهم ويضحك معهم، وإن كثير منهم من تشبع بشبههم ونصحناهم ولم ينتصروا، فماذا تقول لهم جزاكم الله خير؟ طيب يا جماعة، السلف الصالح نهوا عن مجالسة أهل الشبهات، صح؟ ونهى النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كله عن مجالسة أهل الشبهات، وحذر منهم، وحذر من الاستماع إلى أهل الشبهات، فيما رواه البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلاها: فإذا رأيت الذين، انتبه للحديث، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم، فاحذروهم. يعني شنو؟ يعني تحذر أهل الشبهات تماما وأهل البدع، لا تجالسهم، لا تناقشهم، لا تماشيهم، لا تآكلهم، تحذرهم تماما. ده تحذير عام من أهل الشبهات، من مجالستهم، من مواكلتهم، من مؤانستهم، من نقاشهم، من كل. إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، والذي يضطر إلى ذلك الذي معه العلم. طيب ليه السلف نهوا عن مجالسة ومناقشة أهل الشبهات وأهل الأهواء والبدع؟ العلة شنو؟ الحكمة شنو؟ عشان ما يأثروا عليك. ومتين هيأثروا عليك؟ متين، لما ما يكون عندك العلم الكافي لرد ودفع هذه الشبهات التي يحملونها. انت الآن بتخش في الفيسبوك والواتساب والشنو ما عارف، المهم اسماء كثيرة، بتلقى زول نصراني عنده شواويل بتاع الشبهات، دار تناقش وتقنعه هالساعة دي، للساعة 2 صباحا ترسل له تي دي تي تي دي تي، للساعة 2 صباحا خلاص. وتلقى واحد يهودي دار تناقش وتقنعه، وتلقى واحد صوفي تجاني، وتلقى واحد بوزي، وتلقى واحد سماني، وتلقى واحد قادري، وتلقى واحد أخو مسلم سروري إناء إصلاحي مركز عام جمعية، وانت شغال دار تناقشهم كله. هل عندك العلم الكافي دير كله ما انت بتناقشهم دير ما غيره؟ عندك العلم الكافي ترد عليه؟ إذا ما عندك العلم الكافي يا أخي ما تخش، ما تخش، لأنه حتركب لك شبهات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة من البدع والشبهات لدينه، يعني حافظ على دينه، يعني اتقى الشبهات، ترك الشبهات ومجالسه وأصحابه وأشخاصه، قال ده فقد استبرأ لدينه، ده حفظ دينه، كان سبب في حفظ دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأنا متأكد معظم الناس، مش معظم، الغالبية العظمى من الناس اللي بيناقشوا جوا ديل ما عندهم العلم الكافي، ولا كلامي ده غلط؟ طيب ليه بتخشوا تناقشوا؟ ليه؟ أنا ده أفهم. عشان كده أنا بلاحظ دائما أقرب الشباب إلى الضلال، والذين ضلوا من قبلهم، والذين ضلوا من قبل قبلهم، إنما بسبب هذه النقاشات التي في هذه الوسائل الحديثة. مش الوسائل دي حرام، بعض الناس المرة فاتت ربما فيهموا قالوا أنا حرمت الواتساب، ما بحرم الواتساب، يحرموا كيف؟ حلال ولا حرام؟ استخدامك له ده اللي بيحرموا لك، بتناقش على البدع وانت ما عندك علم كافي، ده حرام عليك، حرام عليك. وصل إذا كان الجلاكسي ده السبب أمش بيه وقول به أي حاجة، أي حاجة وكلها حلال في بطنك ده وامشي، والله يجد. فأزول ما يبقى زول ما يفهم في دينه، يا جماعة حافظ على دينك. أنت بتقول برا هنا ولا زول أنا ما سلمت عليه لأنه حزبي، حزبي مع ناس الإصلاح مثلا، طيب جوا أنت بتجالس في الواتساب تضحك معه ويقول لك جوا هناك الفرق شنو بين برا وجوا؟ أنا ده أفهم.
وليه السلف حذروا من مجالستهم عشان ما تقع لك شبهة؟ طيب جوه هنا في واتساب ولا فيسبوك ولا غيره ما الشبهة ذاتها بتقع عليك، بل هناك بتقع عليك أسرع، لأنه بيجيب لك زي مصلاية طويلة. قال ابن القيم ما قال، قال الطبري ما قال، وأغلب المعلومات الجوه دي غلط. رأيك شنو أنت؟ أغلبها يا أحاديث قال الرسول عديل بيكذبونا على الواتساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر، مثال ليس للحصر، مثال بس، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره، وفي رواية وأظافيره شيئا. ناس الواتساب قالوا ما صحيح، ناشرين كان ما تذكر الرسالة دي مشهور وضرب ليه قريب 100 نفر حديث قالوا ما صح، ولقينا بالواتساب واتساب بتاع شو؟ حديث صحيح صح العلماء تقول لي واتساب، وفي حديث ضعيفة بينشروها، بل بعض إخواننا ذاته واحد يقول له رسالة طويلة بدايع ابن الغيم، قال ابن الغيم في هذا الصباح، وقال ابن تيمية ما قال، تلقاه طوالي يشيله وينشره طوالي للصيعة. داسة بيجوز الكلام ده؟ هل انت رجعت المراجع في المكتبة لقيت فعلا ده كلامه في الكتاب ذاته فعلا قال، ولا نشرته ساكت؟ ده سؤال. وهل ناس الواتساب والفيسبوك قاعد يلقوا وقت يرجعوا الكتب؟ هل قاعد يلقوا وقت يقروا المصحف؟ كلام الله ده قاعد تلقوا ليه وقت؟ كده اسألك بالله. وإذا قلت لي بلقى، هل أكثر وقت كسع بعد ظهور الوسائل اللي أنت متحشر فيها دي ولا زمان؟ كنت بتقرأ كتاب الله أكثر يا تو؟ فاتقوا الله يا جماعة. والمشاكل دي أغلبها في الدين وفي الدنيا جاتنا بسبب الدخول الخاطئ، أقول الدخول الخاطئ في هذه الوسائل. لكن لو زول بيستخدمها صح فلا بأس، إعلانات، تعلن محاضرات، تعلن الدروس، تعلن الحلقات تحت الأصوات أو اللقاءات أو غيرها، برامج دعوية ما في مشكلة. لكن تتخذ وسائل لنشر الباطل وتضييع الأوقات. 2 صباحا تلقى زول فلان يكتب، تلقى ماشي انت ما انت ما بتنوم، فلان يكتب مجموعة ما عارف مجمع الحرمين، مجموعة شنو كده الدعوة السلفية، مجموعة سلفيون ولا شنو ما عارف، يكتب الساعة 2 صباحا بعد الصبح تسلم. انا بلقاه وين؟ انا مخصوص ارجو اخواننا ذي بيسووا، اخواننا بيسووا شنو؟ بعد الصبح مباشرة قبل استغفر الله 3 اللهم انت السلام ومنك السلام، فلان يكتب. ده شنو ده؟ تكتب كيف؟ كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يستغفر 3 ويقول اللهم. والله انا شفت اخواننا من افاضل اخواننا الزول يسلم كده بيفتح الواتساب، يسلم كده يفتح الواتساب وتلقاه يقول للصوفي تقبل الله بعد السلام بدعة. هذا شنو؟ انت اللي بتسوي فيه ده شنو؟ بعد السلام واتساب، لا فيها استغفر الله 3، لا فيها اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ده سنه يا ناس افهموا الحاصل، ما تضيع زمنك. ولو لم يكن في هذه الوسائل الا تضييع الاوقات لكفى. فيها تضييع الاوقات ولا ما فيها؟ فيها. وربنا بيسالك يا اخي، في زول بيسال بالواتساب ممكن يضيع الصبح، يقول لك انا اجادل في اولاد صوفيه، حرام. جدالك اليوم اللي بفوتك صلاة الصبح حرام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الآية دي بتنطبق فيك طوالي بواتسابك، بتنطبق فيك. دي الضرر الأول ضياع الأوقات وضياع العبادات وضياع الفرائض. الفرائض تضيع أنت. الضرر الثاني كثرة الجدال وكسرة المزاح. واحد تلقى مش اكل كسره او اكل شنو، قوم صور صور يرفعوا رسل للجماعه، ارفع في المجموعه يا اخي دي كسره في ويكه مجموعه بتاع شنو، هسه المجموعه دي كلها تستفيد من الويكه شنو، الخروف والعمل الويكه ينطلع مرق، المجموعه دي تستفيد في دينا من الشيء ده شنو يا جماعه؟ ضياع الاوقات وكثره المزاح وكثره الجدال. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ما اضل الله قوما بعد هدى آتاهم إياهم إلا أوتوا شنو؟ الجدل، أو كما قال رسول الله صح الألباني. فأزول ما يجادل، تلقى بيجادلوا في أشياء. واحد قال لي في جماعة كان بيجادلوا في مصران الجدادة من أخواننا، مصران الجدادة، أو حتى لو أمر في الدين، وده أسوأ من مصران الجدادة. إذا كان أمر في الدين وأحد الأطراف من المتجادلين، المتجادلين أحد الأطراف جاهل بالدين ويجادل
هذا من أعظم الباطل، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله بيسألك عن الباطل والجهل اللي افتت به برا وجوا الواتساب وجوا الفيسبوك، كله الله بيسألك، الله بيسألك منه. وما علماء ولا وجدنا فيهم واحد عالم، تلقيه جادل وكلهم يجادل والله هذا حرام وهذا حلال وخيره. وبعدين حتى الشباب اللي بينبذوا فينا وبينبذوا فيكم ما تشتغل بهم يا اخي، مش الناس ردت وطلعت كتاب والموضوع انتهى، خلاص ارمي ارجع طوالي لحرب الصوفيه ده، لو ارمي قدام ما يصرفوك، لا تقول لي ذاك محمد عامر نبذني والارعى فينا لو الوجه لا يتعب، خليه يمشي يا اخي شغل دعوه زول، بس همه انه ينبذك ما عنده موضوع. هؤلاء كذابون، هؤلاء حاقدون، هؤلاء مجرمون، جزاك الله خير، اشتغلوا دعوه ما فيها، اشتغلوا دعوه طوالي ما تقف لهم، يعني ما يوقفوك كده بالمحطه تكون راجي ترد على زول اصلا ما يستحق الرد وزول مغمور والرد عليه لا يزيده الا فرحا، خليها جزاه الله خير، اشتغل دعوتك دي الله بيرفعك. الله ما بيرفع الا الزول المخلص والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، ابدا ما يرفع زول الا المخلص والمتابع للنبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.